بدء اجتماعات لجنة الحوار السياسي في مدينة الحمامات بتونس وسط غياب ممثلي مجلس النواب. انفجار سيارة أمام وزارة التخطيط بالعاصمة طرابلس والهلال الأحمر يؤكد انتشال جثمانين محترقين نتيجة الانفجار. واستئناف العمل بمعبر رأس جدير بعد إبرام اتفاق ليبي تونسي يسهل حركة عبور المسافرين. مشاهدينا طابت اوقاتكم واهلا بكم في نشرة الثالثة من قناة ليبيا بانوراما. افاد موفد ليبيا بانوراما بمدينة الحمامات بالعاصمة تونس ببدء اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبية بمشاركة اغلب اعضائها، وتشهد جلسات اطراف الحوار غياب ممثلي مجلس النواب، وتأتي جلسات الحوار عقب تأكيد دول الجوار الليبي في البيان الختامي للاجتماع العاشر لها بالقاهرة على مواصلتها جهودها في تشجيع العملية السياسية في ليبيا. قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه أنه ليست لديه أي دراية بخصوص بيان حراك ليبيا الذي طلبوا فيه أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة رسمية لتغيير الرئيس الحالي المستشار عقيلة صالح وانتخاب رئيس جديد لحل حالة الأزمة الليبية. وأكد الفقيه في تصريح لليبيا بانوراما تأييده بشدة المطالبات بتغيير رئيس مجلس النواب الحالي من حيث المبدأ لحل أزمة البلاد. أفاد شاهد عيان لليبيا بانوراما بانفجار سيارة أمام مقر وزارة التخطيط بالعاصمة الليبية طرابلس، مضيفا أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى عين المكان فور وقوع الانفجار للبحث والتحري عن أسباب التفجير. من جانبه أكد الهلال الأحمر الليبي بطرابلس انتشال جثمانين محروقين نتيجة الانفجار. عبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عن أمله في أن يعمل الليبيون معا بغض النظر عن الخلافات السياسية لهزيمة الإرهاب في ليبيا. وعلق ميلت على تفجير سيارة بجوار مقر وزارة التخطيط بطرابلس مبديا استغرابه من تفجير سيارتين في أسبوع واحد في بنغازي وطرابلس. طالب وزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا السبت في اجتماعهم الختامي بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. التقرير التالي والتفاصيل نتابع. الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، هذا ما طلب به وزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا في بيانهم الختامي. البيان رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا والتمسك باتفاق الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها البلاد. الحفاظ كذلك على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي من أبرز النقاط التي جاءت أيضا في بيان وزراء خارجية دول جوار ليبيا. الوزراء جددوا دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني داعين إلى تكوين حكومة موحدة تمثل كل القوى السياسية الليبية. وفي الختام حث بيان الوزراء مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشة ومنح الثقة للحكومة وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة أنحاء البلاد.
التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر السبت رئيس لجنة التواصل الاجتماعي المصرية الليبية عادل الفايدي في العاصمة المصرية القاهرة. وقال كوبلر في تغريدة له على تويتر أن اللقاء تناول عدة أفكار وصفها بالحكيمة عن المجتمع الليبي وعن العملية السياسية في البلاد. دعا وزير خارجية تونس خميس الجهناوي خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار المنعقدة في القاهرة لتشكيل سلطة مركزية ليبية ذات صلاحيات واسعة. وأكد الجهناوي أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي عسكري في ليبيا، مبديا أن دول الجوار الليبي أمام مسؤولية تاريخية تجاه الليبيين. كما بحث المبعوث الأمم إلى ليبيا مارتن كوبلر السبت مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي سبل تطبيق الاتفاق السياسي. كوبلر وفي تغريدة له على تويتر وصف اجتماعه مع الجهناوي والذي عقد على هامش اجتماع دول جوار ليبيا وصفه بالممتاز، موضحا أنه ناقش سبل تطبيق بنود الاتفاق السياسي الليبي والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معتيق أن هناك توجها لدمج التشكيلات المسلحة لتكون نواة للجيش الليبي مستقبلا. وأضاف معتيق في حديث لصحيفة ميدل إيست أنه رغم الانتكاسات المتتالية فإن حكومة الوفاق تعتبر الفرصة الوحيدة للليبيين من أجل تحقيق سلام دائم في ليبيا بحسب قوله. كما قدم الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل استقالته كناطق باسم المجلس السبت بعد تعيينه مطلع نوفمبر الماضي. وأوضح إسماعيل في تصريح لليبيا بانوراما أن أسباب استقالته من منصبه تعود لظروف شخصية، لافتا إلى موافقة المجلس على الاستقالة بعد إتمام إجراءات مكتب الرئاسة وبعد تقديمها في 16 من الشهر الجاري. أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي أنه استقبل 3039 حالة من الضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2016. وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فادية البرغثي إن المشاجرات تشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية والسلاح الأبيض، مشيرة إلى أن الفئات العمرية للحالات تتراوح ما بين سن 12 إلى 67. أذان حزب تحالف القوى الوطنية حادثة استهداف مدنيين بالقرب من مسجد أبو هريرة بمنطقة المجور بمدينة بنغازي الجمعة. ونشد الحزب الجهات الأمنية الاطلاع بمسؤولياتها والبدء في تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق عاشور شوايل وفق البيان. قال المتحدث باسم معبر سجدير حافظ معمر لليبيا بانوراما إن المعبر افتتح الأحد بعد اتفاق أبرم بين الجانبين الليبي وتونسي. وأضاف معمر أن الحركة بين الجانبين تسير بشكل طبيعي ولا توجد عراقيل. الجدير بالذكر أن افتتاح المعبر يأتي بعد اجتماع أبرم بين الجانبين الليبي والتونسي أفضى إلى تسهيل حركة العبور بين الطرفين بما يخدم مصلحة اقتصاد البلدين. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم معبر سجدير الحدودي حافظ معمر. في البداية سيد حافظ، ما هي تفاصيل الاتفاق الذي أفضت إليه اجتماعات الجانبين الليبي والتونسي حول إعادة فتح المعبر؟ نعم، تحية لك يا أخي الكريم ولمشاهدي قناة بانوراما. طبعا اجتماع حصل الأيام الماضية يوم الثلاثاء، وكان اجتماع فني بحث بين إدارة المنفذ الراشدية من الجانب الليبي ومن الجانب التونسي، وتوقف على عدة قرارات تهم مصلحة البلدين على الأقل في هذه الظروف وهذه المرحلة
الحساسة من جانبين وتراعي فيه الجانب الاقتصادي لكلا البلدين. وأفضل اجتماع على عدة قرارات كانت مناسبة مؤقتا على الأقل في هذه المرحلة للجانب الليبي والجانب التونسي من حيث هذه التعامل مع المسافر من وإلى ليبيا ومن وإلى تونسي. كان في عملية الجوازات، في عملية عدة قرارات اتخذت فيها في ذاك الاجتماع الفني، ومنها موضوع تشابه الأسماء، موضوع الكتابة في الجواز الليبي والعادة به، وعدة وعملية تسهيل دخول فتح ممرات إضافية للمسافر الليبي، وذلك من جانب تونسي دخول تسهيل الحركة لدخول إلى الأراضي الليبية في سيارات من الجانب التونسي وتسهيل بعض الأمور الاقتصادية. أبرز مطالب الجانب التونسي سيد حافظ. يعني هي طبعا المطالب جانب التونسي، هذا شان يرجع للجانب التونسي، هذا مطالبهم كبيره جدا ويحتاج الى عده، ربما لا تتاتى من الجانب الليبي، هي مطالبهم مثل ماذا سيد حافظ؟ فيما يتعلق بالجانب الليبي، حفظ الكرامة التونسي وهذا شيء متفقين فيه، كذلك حفظ كرامة الليبي، كذلك دخول السيارات التونسية ونقل بعض البضائع والطفقة في هذا الجانب، نقل ما هو مسموح به وما هو لا يؤثر في الجانب الليبي. هناك عدة محظورات، منها عدم المتاجرة في البنزين والنفط الليبي، عدم المتاجرة في البضائع المصدرة للسوق الليبي الداخلي. أنت ذكرت ذكرت شيء مهم جدا سيد حافظ، هو عمليات تهريب الوقود من ليبيا إلى تونس. ما هي أبرز القيود التي تم فرضها لمنع هذه الظاهرة؟ يحضر نهائي المتاجرة في الوقود من الجانب، سواء جانب ليبيا ولا اتفاق ما بين الإدارتين، لأن هذا ضرر للاقتصاد الليبي وكذلك الاقتصاد التونسي. يعني ممنوع منع باتن دخول السيارات بخزانات التي تم تجهيز لها خزانات إضافية ونقل الوقود. السيارة العادية جدا، السيارة سواء كانت الليبي أو التونسي، طبعا معاملة بالمثل للجانبين الليبي والتونسي، لا يمنع منع باتن، ويحضر المتاجرة في النفط وفي الوقود وفي الديزل وفي كل مشتقاته. نعم. في الجانب الليبي التونسي. طيب فيما يتعلق بالسلع، البضائع المصدرة للسوق الليبي المحلي أيضا يمنع المتاجرة بها إلا للاستعمال الشخصي. يعني مواطن تونسي أو ليبي يحق له نقل شيء، استعمال شاشة مرئية أو مكيف أو شيء من هذا القبيل استعمال الشخصي، ولكن بالمتاجرة بالكميات المسموعة اللي كانت في السابق، هذه طبعا كلها محظور نظرا للوضع الاقتصادي التي مر بها البلاد في هذه المرحلة. نعم السيد حافظ معمر، أعتذر منك لضيق الوقت، كنت معي عبر الهاتف المتحدث باسم معبر رأس أجدير الحدودي، شكرا جزيلا لك. تبحث الحكومة المالطية عقد اتفاق جديد مع ليبيا وحكومات شمال إفريقيا خاصة الجزائر ومصر لمعالجة أزمة الهجرة غير القانونية ووقف تدفق المهاجرين، وفق ما نقلت جريدة مالطا تودي الأحد. وبحسب الجريدة، طالب رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات بإبرام اتفاق جديد حول المهاجرين مع ليبيا على غرار الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم نقل المهاجرين من ليبيا إلى مصر والجزائر لدراسة حالتهم وتحديد الأكثر استحقاقا للحصول على لجوء سياسي إلى أوروبا. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. شحنة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الكلى تصل إلى مطار معيتيغا الدولي. وأنا سعيد في ظل حلمي.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اشار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق احمد معتيق في حديث لصحيفه ميدل ايست الى ان ازمات انقطاع الكهرباء التي تصل الى 12 ساعه في العاصمه طرابلس وازمه السيوله النقديه في المصارف ما هي الا محاولات لاضعاف حكومه الوفاق، معتبرا ان استمرار الازمه السياسيه ومشاكل البنيه التحتيه امر متوقع عند بناء دوله جديده وليس دليلا على فشل حكومه الوفاق بحسب قوله. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الكميات التي جرى استهلاكها بمحطة الزاوية المزدوجة من وقود الديزل إثر قفل خط الغاز بمنطقة بيرترفاس هي حوالي 40,000 طن متري وبتكلفة تقارب 18.5 مليون دولار. ولفت صنع الله إلى أن جريمة غلق خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء الزاوية كانت مجرد تصفية حسابات بين عصابات التهريب، وكان المواطن البسيط هو الضحية بحسب قوله. أعلن مصرف الدم المركزي في العاصمة طرابلس إغلاق أبوابه وتوقفه عن العمل بشكل نهائي، وقال المصرف في رسالة وجهها إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق وجهاز الإمداد الطبي إنه سيتوقف عن العمل بسبب نفاد المواد اللازمة لتحاليل الدم. يشار إلى أن منظومة القطاع الصحي في ليبيا تشهد انهيارا وترديا في الخدمات الصحية وسط تفاقم الأزمات في البلاد على كافة المستويات. وصلت إلى مطار معتيق الدولي شحنة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الكلى والتي سيتم توزيعها على كافة مستشفيات أمراض الكلى، وذلك بحضور إدارة المطار والجمارك ومكتب الرقابة على الأدوية والأغذية وجهاز الإمداد الطبي. بخصوص شحنة الأدوية هذه وصلت يوم الجمعة لمطار معتيق واليوم يتم توزيعها إن شاء الله للمستحقين. ورأينا أن تواجدكم كقناة توثيق عملية التوزيع وحصر وتبين عملية التأخير توزيعها، أن في عندنا البارح واجهتنا مشكلة اللي هي مستشفى الكلى في الشط، في عندنا مجموعة تستحق الغسيل وما عندهاش الأنابيب أيام تمام، والبضاعة لقيناها متواجدة هنا وموجودة في الساحة وما فيش من تصرف، اضطرينا ان ندخل احنا ونجيب وتواصلنا مع الناس اللي مسؤوله، جبنا الجمرك وجبنا متاع هيئه الامداد جهاز الامداد اللي متاع الادويه وتواصلنا معهم كيف نطلعوا شحنه كيف يخدموا الناس. تعمل سرية حماية السراج المشكلة حديثا والتابعة لجهاز المباحث العامة على تأمين محطات الوقود داخل حدود المنطقة والتي تشهد كبقية المناطق بالعاصمة ازدحاما أمام المحطات. وبحسب الضابط بالسرية عربي أبو راس فإن السرية سوف توسع دائرة التأمين والحماية لتشمل كافة أنحاء بلدية حي الأندلس لبسط الأمن والاستقرار داخلها على حد تعبيره. بالنسبة لسرية حماية السراج التابعة للمباحث العامة هي سرية حاليا تعمل في منطقة السراج، تم تأسيسها في الفترة هذه بسبب كثرة الإجرام فيها وكثرة عمليات الخطف والنهب والحرابة وعمليات قطع الطريق يعني اللي صايرة وتجار المخدرات وغيرها من العمليات الإرهابية وغيرها. حاليا تم تأسيسها في هذه المنطقة حاليا في منطقة السراج لتأمينها بالكامل وإبعاد جميع المجرمين من هذه المنطقة وإلقاء القبض عليهم، ومن ثم ستمتد في باقي أحياء بلدية حيلن. هذا وتشهد مدينة طرابلس هذه الأيام ازدحاما في محطات توزيع الوقود بنوعيها البنزين والديزل، حيث شكلت مركبات المواطنين طوابير طويلة أمام المحطات. يذكر أن العاصمة شهدت عدة مرات نقصا في الوقود واصطفافا للمواطنين في طوابير طويلة أمام المحطات، فيما ترجع شركة البريغا لتسويق النفط والغاز السبب إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
أقامت عضوات منظمة حقي للنساء القانونيات الليبيات مائدة مستديرة حول آلية حماية حقوق الطفل من التجنيد في النزاعات المسلحة تحت شعار من حقي أن أعيش طفولتي. تناولت فيها الكيفية التي بموجبها تتم حماية الطفل حسب القوانين والمواثيق العالمية. تفاصيل ما جاء من نقاشات معنية بالطفل في سياق التقرير التالي نتابع. اتفاقية حقوق الطفل العالمية والمعلنة في ميثاق الأمم المتحدة التي تتضمن حظر تجنيد الأطفال دون السن القانونية بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن يتم أخذ تشجيع الطفل وحمايته ورفاهيته بعين الاعتبار. الميثاق العالمي لحقوق الطفل هي اتفاقية دولية مصدقة عليها ليبيا في سنة 93 تتعلق بالحقوق الدولية للطفل. اخترنا اليوم نناقش في هذه المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة حق النساء الحقوقيات الليبيات موضوع تجنيد الأطفال، خاصة وأن الموضوع يعتبر حساس في هذه الفترة في ليبيا. تحت أي مسمى يمنع إقحام الأطفال في النزاعات العسكرية والحروب والاقتتال حسب المادة 77 التي جاءت في بروتوكولات جنيف والتي تمنع استغلال من هم في سن الطفولة في الأعمال غير القانونية. قمنا بإعداد مائدة مستديرة تتناول آليات حماية الأطفال من التجنيد في زمن المزاعات المسلحة. تكلمت في المائدة عن المفاهيم والمصطلحات بما يقبل تعريف النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني والمقصود بالنزاع المسلح الدولي والغير دولي والمقصود كذلك بالطفل المجند والتجنيد ومن يقوم بتجنيدهم واللي يتعرض للطفل المجند. الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها خاصة الأطفال، ينبغي أن توفر لهم الحماية والمساعدة. وبعيدا عن ضجيج السلاح والتجاذبات السياسية، مدينة تبعد عن العاصمة قرابة 80 كيلومترا تبني نفسها بهدوء مهتمة بأدق التفاصيل حتى السياحة الداخلية، والتي تمثلت بتطوير منتزه الشرشارة ليكون مقصد الجميع في الداخل وربما حتى الخارج. التقرير التالي والتفاصيل نتابع. مكان تمتزج فيه الطبيعة الخلابة بالهدوء، لا تسمع إلا خرير المياه وتغريد الطيور، والعين لا ترى إلا منظرا خلابا يسر الناظرين. الشرشارة أحد أهم المعالم السياحية بترهونة، والتي تبعد عن وسط المدينة قرابة 3 كيلومترات شمالا. فبعد سنوات من الإهمال الذي طال المكان، ها هي عين الشرشارة بعد النضوب تعود للحياة من جديد. 400 هكتار مساحة منطقة الشرشارة، والتي تحوي غابة أشجار واسعة وبعض المعالم السياحية الأثرية. هذا المنتزه أقيم، تم دعم هذا المنتزه برجال أعمال ترهونة ورجال ترهونة الخيرين وجميع القطاعات داخل بلدية ترهونة وعلى رأسهم المجلس البلدي ترهونة. مكتب السياحة بالمجلس البلدي ترهونة بالتعاون مع عدد من شباب المدينة قام بتحويل هذا المعلم السياحي إلى نقطة جذب مهمة على خارطة السياحة الداخلية من خلال تجهيز منتزه ترفيهي للعائلات وفندق ومدينة ألعاب للأطفال وإعداد ملعب لتدريب فرق كرة القدم بكافة مرافقه ليكون مقصدا لكل من أراد التنزه والاستجمام. جامعة أشبح هي مدينة ترهونة، مدينة تشوف العائلات قصدي اللي جايين من مناطق بعيدة مستريحين لم الشمل، وإن شاء الله تكون ليبيا ملمومة على الجميع والحمد لله. لما لا؟ وفريق العمل على قدم وساق يسابق الزمن للانتهاء من أعمال التطوير بهذا المنتزه الذي سيصبح وجهة مهمة للسياحة، لا سيما في ظل غياب مثل هذه المواقع التي يفتقدها المواطن بالبلاد. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. مشاهدين، بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. بدء اجتماعات لجنة الحوار السياسي في مدينة الحمامات بتونس وسط غياب ممثلي مجلس النواب.
انفجار سيارة أمام وزارة التخطيط بالعاصمة طرابلس والهلال الأحمر يؤكد انتشال جثمانين محترقين نتيجة الانفجار. واستئناف العمل بمعبر رأس جدير بعد إبرام اتفاق ليبي تونسي يسهل حركة عبور المسافرين. نهاية النشرة مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.